متابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة الأستاذ عبد الرحيم منار سليمي رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني. دكتور منار، بداية ما هو تعليقكم على هذا الخبر الذي ورد قبل قليل؟ هذا الخبر يقدم مجموعة من المعطيات، أولها أن حزب الله يشتغل منذ سنتين تقريبا، هناك معطيات رصدتها الأجهزة الأمنية في المغرب، هناك سنتين من الاشتغال، تدريبات عسكرية، مساعدة لوجستيكية وتدريب على حرب العصابات، معنى أن حزب الله يدرب البوليزاريو على هذا النوع من العمليات. هناك لحظة يجب أن نعود إليها، وهي إلقاء القبض على ممول حزب الله وهو قاسم تاج الدين الذي له ارتباطات بحزب الله، ألقي عليه القبض في الدار البيضاء. هذا من العناصر التي كانت كبيرة في هذا الموضوع، وهناك العديد من المعلومات التي تبين بأن سفارة إيران في الجزائر هي التي كانت تدير، بمعنى تدير هذه العلاقة. أكثر من ذلك أن حزب الله لا يمكن أن يتخذ قرار استراتيجي بهذا الحجم دون العودة إلى إيران. الكل يعرف بأن حزب الله هو درع من أدرع إيران، إذا اشتغل هذه المسألة. ويمكن أن نتذكر جميعا بعض الحركات التي كانت للبوليزاريو، تدريبات، محاولة الاختراق، محاولة بناء الأنفاق، كل هذه العناصر كانت وراء حزب الله المدعوم من طرف إيران، وأعضاء في السفارة الإيرانية موجودون في الجزائر. إذن القضية هي قضية ثنائية محضة بين المغرب وإيران. الكل يعرف بأن المغرب كان قد اشترط على إيران في اللحظة التي أعاد العلاقات معها، كان هناك طلب إيراني في هذه المرحلة، لما أعاد العلاقات كان قد اشترط عليها أن تبتعد عن كل المناورات التي من شأنها أن تمس بالوحدة الترابية المغربية. اليوم واضح جدا بأن إيران تدعم، بمعنى تدعم البوليزاريو عن طريق حليف لها وهو حزب الله، تدعمه وتدربه على مجموعة من العمليات الخطيرة التي تهدد الأمن القومي المغربي. كما قلت أستاذ منار، ومتابعة لهذا الخبر العاجل الذي نعيد ونذكر به مشاهدينا الكرام، حيث أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة قبل قليل أن المملكة المغربية قررت قطع علاقاتها مع إيران بسبب الدعم العسكري الذي تقدمه حليفتها حزب الله اللبناني لجبهة البوليزاريو. كما ذكرت، يعني العالم كله يعرف الروابط الوثيقة الآن بين إيران وحزب الله اللبناني، حتى أصبح التنظيم هذا، التنظيم اللبناني، يعرف بأنه اليد التنفيذية، اليد الطولة لإيران في المنطقة العربية، وسبق لسعودية ودول خليجية أخرى أن اتخذت مواقف حازمة بهذا الخصوص. أولا هذا واضح، لأن قلت لا يمكن لحزب الله أن يتخذ مثل هذه القرارات الخطيرة دون العودة لإيران، والعلاقة بينهما معروفة، وهناك تصريحات لأمين عام حزب الله الذي يعترف بأنه يتبع لإيران. هذه المسألة أوضح هنا لكي نقرأها في السياق الدولي، ستطرح بعض الأسئلة. المغرب أعاد العلاقات مع إيران في مرحلة كانت فيها أزمة إيرانية مع مجموعة من الدول العربية منها دول الخليج. هناك سفير مغربي وصل إلى إيران آنذاك، بمعنى عادت العلاقات. أكثر من ذلك، ما يجري في العلاقات الدولية لا علاقة له بهذه المسألة الثنائية. المسألة هي بين إيران وبين المغرب، لأنه ثبت بالمعطيات أن حزب الله يدرب البوليزاريو، يسلح البوليزاريو ويدرب على حرب العصابات وعلى مسألة حفر الأنفاق، كل ويمده بوسائل لوجستيكية. وراء هذه المسألة توجد إيران عن طريق سفارتها الموجودة في الجزائر. المغرب تابع هذه المسألة منذ سنتين، ولحظة إلقاء القبض على أحد ممولي حزب الله الذي هو قاسم تاج الدين في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء أثبتت معطيات مرتبطة بهذا الموضوع. إذن يجب أن ننتبه، المسألة تتعلق بالأمن القومي المغربي، لا علاقة لها بسياقات أخرى تجري في النظام الدولي. لماذا؟ لأن المغرب أعاد العلاقات مع إيران في مرحلة كان فيها توتر لإيران مع كل دول الخليج، بمعنى أنه، ولكن المغرب كان قد اشترط على إيران بأن
بأن لا يكون هناك أي محاولة أو مناورة للمسجد وحدته الترابية. شكرا لك أستاذ منار، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. إذن مشاهدينا، أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة ظهر اليوم أن المملكة المغربية قررت قطع علاقاتها مع إيران بسبب الدعم العسكري الذي تقدمه حليفتها حزب الله للبوليزاريو. وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة أنه سيستقبل اليوم القائم بالأعمال في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالرباط، وسيطلب منه مغادرة المغرب فورا. وقال بوريطة في لقاء صحفي مع ممثلي عدد من وسائل الإعلام الوطنية والدولية: لقد عدت للدو من زيارة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث أجريت بطهران لقاء مع وزير الشؤون الخارجية الإيراني جواد ظريف، وأبلغته بقرار المملكة المغربية قطع علاقاتها مع إيران. وتابع بوريطة أن سفير صاحب الجلالة بطهران غادر إيران اليوم، وسيستقبل القائم بالأعمال بسفارة إيران خلال 30 دقيقة من أجل مطالبته بمغادرة التراب الوطني حالا. وشدد بوريطة على أن هذا القرار هو رد على التورط الإيراني الواضح من خلال حزب الله في تحالف مع البوليزاريو لاستهداف الأمن الوطني والمصالح العليا للمملكة. وسجل أن المغرب يتوفر على أدلة دامغة وأسماء ووقائع محددة تؤكد دعم حزب الله للبوليزاريو لاستهداف المصالح العليا للمغرب.